برا. اهلا وسهلا يا هلا. الله يبارك فيك يا استاذ، الله يخليك. كيفك؟ هلا. الله يخليك، حياك الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا في بيتك الصغير، تفضل بيتك. اهلا وسهلا، بارك فيك. شكرا، الله يخليك. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مع ضيف عزيز الاستاذ الفنان زياد سحتوت. اهلا وسهلا فيك، والبيت بيتكم. الله يخليك، بيتك وبيت الاخوه المشاهدين. يسلم البيت واصحابه، شرفتنا ونورتنا. يعني الالوان مدروسه بحيث الواحد اذا قعد باي مكان يكون هيك مرتاح. طبعا لازم يكون في تناسق. مرتاح انت يعني؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كيف؟ ان شاء الله عامل بيت حلو بهالمواصفات. ان شاء الله، ان شاء الله. مكلفه كثير يمكن، ما هيك؟ يوه، ما تسالش. الجهد، كل تعب السنين الماضيه هذا راح في البيت. قديش يعني؟ كم سنه؟ انا لي بالمهنه 30 سنه. 30 سنة، عمل لي شي 130 مسلسل. احسبها، لو كل مسلسل طلعنا بمبلغ بتعمل احلى بيت. لو انت عمل لك 10 مسلسلات في حياتك كان اكيد وضعك مختلف. شو بدنا نساوي؟ دائلي بهالواحد على قده، دائلي بهالبرامج اللي خلصت صارت مكشوفه ومفضوحه. فكر لك بشيء ثاني، اعمل لك مسلسل كوميدي. طب شو رايك انا اغامر وانتج لك؟ انتج لي؟ والله يا ريت، انا بتمنى. أمولك هيك، أما بنعمل تجربة بايلوت، بنودي، عجب الناس بنكمل، ما عجبش الناس بوقف. شو رأيك؟ ما عندي مشكلة. خلاص. يعني أي طرح، أي. إلك عندي بايلوت، بس مش كاميرا خفية. لا طبعاً طبعاً. كاميرا مكشوفة. شو أكتر شيء لفت انتباهك في البيت؟ والله ما بقدر أقول لك، في شغلة ما لفتت انتباهي. إنه شايفك مهتم يعني، حتى السجاد. يعني سجاد إيران. فكرت حالي وأنا فايت دعست على قطة. لا هذا السجاد إيراني. شيرازي. تحب تتفرج على البيت؟ والله انا كثير هيك عندي فضول انه اطلع على بقيه اركان المنزل. يلا تفضل. الله يخليك يا استاذ. تحب اشرح لك ولا انت تسال؟ انا القطعه اللي بتلفت انتباهي بسالك عليها. تفضل. هاي شغل المغرب العربي. تقول عم تحكي؟ طبعا عم تحكي. طبعا لوحه، شغل مراكش ما شاء الله. الكريستال كأنه شغل الخليج، الإمارات. يعني بالإمارات تستورد منه، بس أنا بجيب من مصادر تانية. هذا هندي يمكن كأنه، ما هي ولا؟ هذا أعتقد من باكستان. باكستان. باكستان هم جيران يعني، نفس ايه. نفس النظام. ما شاء الله، والله شيء حلو. هذا من أندونيسيا. من أندونيسيا. طلع طلع الرسومات اللي عليه. في منهم فناجين؟ لا، هو في منه اشكال، بس انا اخترت هذا لانه متشابه، طائم متشابه. لا، في ديك، وفي كلاب من المانيا. هاي بالصيف قاعده كثير ظريفه ومريحه. يعني احنا بالصيف كن بالليل احيانا تحتاج تلبس جاكيت، خاصه انه احنا هاي المنطقه في عمان، في ضواحي عمان، منطقه كثير مرتفعه ومنطقه حديثه. يعني كل البنى اللي فيها لا يتجاوز عمره 4-5 سنوات. بتتهنى يا بهالبيت وعملته حلقه قبل حلقتي. يعني انت اول ضيف من ضيوفي، وان شاء الله ضيوف القادمين ان شاء الله بتوفقوا هيك بهالبرنامج. والحقيقه كثير حلو، اللي بيساعد انه البيت لك يعني. طبعا باخذ راحتي، وقت ما بدي بجي بصور، وقت ما بدي بستدعي ضيوفي. ما عندي استوديو اروح احجز، ولا ناس اروح اقول لهم اعطوني اصور عندكم، ولا شيء. مره ثانيه اهلا وسهلا فيك استاذ زياد في البيت. شكرا. بيتكم والله يسلم البيت واصحابه. من حكيت لك يعني منطقي كل شغله بدقه. طب هلا سؤال بصراحه، ايه؟ بعد ما زرت بيتي وشفت هذا الحكي، كيف التمثيل والدراما جابت هذا البيت؟ ما تندمت انك انت ضيعت 20 سنه من حياتك في برنامج زي الكاميرا الخفيه زي؟ يعني انا والله مستضيفك، عارف ليش؟ قلت يعني بس على الأقل الناس يعني يتذكروك شوي يعني، ولا بالشغل يعني أصدق. يعني هلا زياد سحتوت، الكاميرا الخفية، في إشي تاني بربطك في الدنيا غير هالكاميرا الخفية؟ محبة هالناس اللي مثل حضرتك يعني. إحنا بنحبك أكيد، بس بنحب تعمل لحالك إشي. هلا مش الحال، فات القطار. لا، قطار ما فات. اذا بتركز على الطموح ما فات. الكنبايه قديش حقها يمكن لفتها؟ هلا انت بدك تحسب لازم تكون شيء قديش حقه. شو بدك في حقها؟ يعني انه انا منين بدي يا سيدي جيب قد نصها، حدا قال لك تجيب قدها؟
يعني بس منين بده يجيب الواحد يحصل كل هذا؟ سيب الكاميرا الخفية واعمل إشي ثاني بتجيب. هي الكاميرا الخفية ضيعتك بصراحة. يعني أنا الجهة المنتجة لما جينا نعمل هذا البرنامج انطرح اسمك، انطرح اسمك، قالوا شو بدك فيه للقاء. وأنا بصراحة يعني مفكر بين أو لا أستضيف زياد ما أستضيف زياد. طب استضفت زياد شو بده يعمل يعني بالحلقة؟ حتكون حلقة مهمة؟ ما أعتقد حتكون حلقة مهمة، صح؟ أبصر حسب أنت بتشوف في المونتاج بعد التصوير. تفضل تفضل اشرب عصير. يعني معلش اشرب عصير. شكلها حلقة هاي والله بجوز المحطات حتى ما تأخذها يقول مين المستضيفها حتى تتذكرك يا زلمة والله العظيم. يعني بجوز هاي الحلقة أبعت الحلقات للمحطات يقول لي هاي الحلقة بدناش إياها. لأنه برامجك حتى مش بتنعرض بس برمضان، طول السنة بضلوا يعيدوا فيها، يعني الناس خلص ملوا. وأجيبك أنا في الحلقة ما فيك تقول هيك، يعني في شيء منيح في شيء مو منيح. يا سيدي حلقة وبتعدي، وإن شاء الله المحطات ترضى تأخذها بينها 30 ولا يهمك، إن شاء الله بتنزع ما تقلق. خلاص اعتبرني شفتها. بدي أكمل الحلقة. أنا متفق أنا والمحطات على 50 دقيقة، بدي أعبيهم أي إشي. 50 دقيقة بضلني قاعد معك وأنت نازل فيني. ولا نازل فيك ولا شيء، بس بدي أعبي الحلقة. لا عم يعني عم لا 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 السجادة من إيران تكب لي عليه عصير. طيب أنا معي تحسس من هذا العصير. شكرا. الله يخليك. تشرب قهوة؟ لا لا ما بدي شيء، يعني بكفي ضيافتك وحديثك الحلو. يا أهلا وسهلا. طيب فيك تقفل الحلقة إذا بدك. يعني أعزائي المشاهدين، ضيفي الكريم في هاي الحلقة في البيت بيتكو الفنان الأستاذ زياد سحتوت. ليش ناطر وجوه من هون؟ ما شاء الله شو هالإضاءة هاي؟ شو أستاذ؟ ليش لهلا؟ أنا قلت لك الساعة 10 بغادر البيت أنت وضيفك. لا بس إحنا لسه ما خلصناش. بليز أستاذ لو سمحت احمل ضيفك واطلع انت ويا برا البيت. وين اجرة المكان يعني؟ الساعة 10 بينتهي الاجرة. بس مش العشرة يعني مو بيتك ها؟ لو سمحت ما عندي وقت. لو سمحت احمل ضيفك واطلعوا لبرا. الها البيت؟ الها البيت لما لا بيت بيت عن جد البيت بيت. حملوا حملوا الاغراض ومع السلامة لأنه جايين الناس ياخذوا البيت كمان. طيب ما بتستني عفوا يا أختي، ما بتستني بس ليقفل الحلقة لأنه ما بستني أبداً أبداً أبداً. عفوا بدي 10، قلت له 10 و5 ما بدي أشوف حدا بالبيت. يا ستي خلص لو سمحت أستاذ لا تخليني أعصب أكثر من هيك. لسه ما طفيت الكاميرا لو سمحت. يلا بس دقيقتين ولا كلمة ولا حرف لو سمحت. دقيقة ولا كلمة لو سمحت. لك يا أستاذ يا أستاذ شو البيت يا أستاذ زياد. أنا عامل برنامج اسمه البيت بيتكم. ايه؟ بس هو الفكرة سرقها منك، هي كاميرا خفية إحنا عاملينها فيك. عاملها فيني أنا؟ ايه. أعزائي المشاهدين، لك أنا كم مرة قلت لك طلع لبرا؟ وقف التصوير في المكان. طلعوا الكاميرات والتصوير لبرا. شو هالبرنامج هذا لهلا للساعة 10:30؟ مش مدير الإنتاج اتفق معك؟ قلت لك 10 اطلع لبرا لو سمحت. هي العشرة بالدقيقة يعني الموعد. اطلع لبرا ما خلصناش العشرة. ما بدك لا انت ولا برامجك. بعدين طولي بالك عليه. حاجته طولي بالك عليه. فكر حالة عم يعمل مقلب، طلعت الطبخة كلياتها نحن طابخينها. خلص يعني بكفي؟ انتوا ابو احمد و احنا مستعدين لك اهلي من هونغ كونغ وكوالالمبور وماليزيا. شلون صراحه شكله واحد بيقدر عليك يا زياد. الله يخليك. شكله ما حد حيقدر عليك. بس شلون اتقنت الدول صاحبه الشقه؟ طبعا طبعا. مرعبه طبعا تخوف. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك وشكرا. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك. لا بيت بيتكو. بيت بيتكو دايما. حبينا نستضيفك برنامجنا تيتي تيتي. زي ما رحتي زي ما جيتي. شكرا للأخ زياد على هذا المقلب الزهيد. شكرا.